تلاميذ سنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار فصل أول في مادة الرياضيات، النموذج الثالث، سنقوم بحله معا. إذا لدينا التمرين الأول، اكتب الأعداد بالحروف أو بالأرقام. إذا لدينا أعداد، إذا كانت بالأرقام نكتبها بالحروف، وإذا كانت بالحروف نكتبها بالأرقام. نبدأ بالعدد الأول، 45. إذا نكتبها بالحروف، 45 و 40. خمسة وأربعون. دلنا 21. 21. نواصل. 93. 93. لدينا 75. 75. إذا نراجع، 45. 45. 21. 21. 93. 93. 75. 75. ننتقل إلى التمرين الثاني. اكتب العدد المناسب للبطاقات. اكتب العدد المناسب للبطاقة. لدينا بطاقة، نكتب العدد. لدينا بطاقة أولى فيها وحدات، وهذو أعمدة العشرات، هذو وحدات. كم لدينا من وحدات؟ 1، 2، 3، 4. 4 وحدات. كم لدينا من عشرات؟ 1، 2، 3. 3 عشرات. إذا تحصلنا على 34. البطاقة الثانية، لدينا وحدات والأعمدة عشرات. كم لدينا من وحدات؟ أحسنتم، 1 عشرات. 1، 2، 3، 4. البطاقة الثالثة، نحسب الوحدات. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8. 8 وحدات. نحسب العشرات. 1، 2، 3، 4، 5، 6. إذا نراجع، لدينا في البطاقة الأولى 4 وحدات و3 عشرات. 34. 1 وحدات، 4 عشرات. 41. وإذا لدينا 8 وحدات، 68. نواصل مع التمرين الثالث. قارن باستعمال أحد الرموز، أصغر، أكبر، تساوي. إذا نستعمل الرموز، إما أكبر أو أصغر أو يساوي. 50 زائد 50، ولدينا 100. 50 زائد 50، أحسنتم، تساوي 100. اكتب تساوي 100. إذا لدينا 100، 100. جيد، تساوي. الرمز المناسب هو تساوي. 6 زائد 6، نقارنها مع 12. 6 زائد 6، أحسنتم، تساوي 12. إذا لدينا 12، 12. جيد، تساوي. الرمز هو تساوي. إذا لدينا 9، 90، نعين مزيد رقم العشرات. رقم العشرات هنا 9 وحدات عشرات. وحدات عشرات. رقم العشرات 9، رقم العشرات 0. رقم العشرات 0 أصغر من 9. إذن 9 أصغر من 90. دائما نعين رقم العشرات ونقارن بين العشرات. 0 أصغر من 9. نفس الشيء نعين رقم العشرات. 4 عشرات 15. 4 أصغر من 5. إذن 45 أصغر من 54. نواصل. 10 زائد 15، 20 زائد 5. 10 زائد 15، وحدات مع الوحدات،
والعشرات مع العشرات، 5 زائد 7 تساوي 5، 1 زائد 1 تساوي أحسنتم 2. هنا نفس الشيء، 20 أو 20 نضيف 5، 20 زائد 5 20، نضيف 5، 20 زائد 5 تساوي 20، 21، 22، 23، 24، 25. نكتب 25. إن لدينا من هنا 25 ومن هنا 25، الرمز المناسب أحسنتم تساوي. نواصل، هنا 10 زائد 90، إذن الوحدات مع الوحدات والعشرات مع العشرات، 0 زائد 0 تساوي 0، 9 زائد 1 أحسنتم تساوي 10، إذن 90، 10 زائد 90 تساوي 100. هنا كم تساوي؟ نحسب 95 زائد 5، 95 نضيف 5، 95، 96، 97، 98، 99، 100، إذن تساوي 100. لدينا من هنا 100 ومن هنا 100، الرمز المناسب أحسنتم تساوي. إذا نراجع، 50 زائد 50 100 تساوي 100، 6 زائد 6 12 تساوي 12، 9 أصغر من 90، هنا 9 وهنا 90، 9 أصغر من 90، 45 أصغر من 54، 10 زائد 15 تساوي 25، 20 زائد 5 تساوي 25، إذا تساوي هنا 10 زائد 90 تساوي 100، 95 زائد 5 تساوي 100، 100 100 تساوي. التمرين الرابع، أتمم إلى العشرة الموالية. إذا نتمم إلى العشرة الموالية، إذا لدينا 35، كم نضيف إليها كي تصبح 40؟ هنا 66، كم نضيف إليها لتصبح 70؟ 88، كم نضيف إليها نفس الشيء لتصير 90، وهنا لتصبح 20. إذا 35 كم نضيف؟ 35، 36، 37، 38، 39، 40. ثم نحسب 1 2 3 4 5، نكتب 5. نفس الطريقة، 60 66، كم نضيف لتصبح 70؟ 66، 67، 68، 69، 70، نضيف أحسنتم 4. 1 2 3 4، نواصل، 88 زائد مجهول تساوي 90، إذا كم نضيف؟ 88، 89، 90، نضيف 2. هنا 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19، 20. ثم نحسب 1 2 3 4 5 6 7. إذا نراجع، 35 زائد 5 تساوي 40، 66 زائد 4 تساوي 70، 88 زائد 2 تساوي 90، 13 زائد 7 تساوي 20. التمرين الخامس، لون العدد المناسب لكل كتابة. إذا لدينا 3 وحدات و6 عشرات، 1 عشرات و9 وحدات، إذا هذا وحدات، هنا 10 وحدات 10، هنا وحدات 10، إذا نبحث 3 وحدات، أين هي الوحدة؟ هنا 3 وهنا 6، هي 3 وحدات، و6 عشرات، 6 عشرات، إذا العدد المناسب هو 63. نلون، 3 وحدات و6 عشرات، هنا 6 وحدات و3 عشر، خطأ. العدد الثاني، 1 عشرات، أين هي العشرات؟ هي 1 عشرات، هنا لدينا 9 عشرات، خطأ، 11، و9 وحدات، إذن 1 عشرات و9 وحدات، هنا لدينا 9 عشرات، خطأ. إذن 3 وحدات و6 عشرات تساوي 63،
واحد عشرة وتسعة وحدات تساوي، نبدأ بالوحدات، تسعة عشرة، تسعة عشرة. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.